حكوتش الآن واحد أمين. حد عايز منظفات يا جماعة؟ اعلانات منظفات. ايه ده يا جدعان؟ سلام ونعمة. رجاء محبة جديدة على قناة زرار الاشتراك وفعل زرار الجرس مع قناة دكتور أغسطين. اهلا بحضراتكم جميعا. جدا مع بعضينا هنبدأ بنعمة ربنا. رجاء جديد على القناة يضغط زرار الجرس والاشتراك كل حاجة حلوة. اهلا بكم جميعا. نتكلم عن شهادة التلاميذ لألوهية السيد المسيح. ايه الجديد على القناة؟ يضغط زرار الاشتراك وفعل زرار الجرس ومشاركات للأصدقاء من فضلكم. يلا يا جماعة سلام ونعم. اهلا سلام ونعم. سوليوشن اهلا. استاذنكم مشاركه البث يا اخوه. ليه جميع الاصدقاء حد ياكل بلح؟ شاركوا البث من فضلكم. مكانك مش هنا يا حبيبي، انت اخترت في العنوان. اللي عنده سؤال يضع على قناتي على اليوتيوب هجاوبه في البث حالا. مش هيضع السؤال مش هيجاوب حالا. كم عمري؟ اشمعنى حسين بنادول؟ ليه جرعة كتيرة؟ ما
روح لأي كنيسة هيعمدوك، بس تقعد فترة تلمذة تأكدوا منك أنت عايز تتعمد، عايز تبقى مسيحي بجد. شو اسمي؟ هو مكتوب على اليوتيوب وعلى التيك توك. نبدأ من نعمة ربنا، شهادة التلاميذ عن ألوهية السيد المسيح. صراحة احنا قلنا في حلقات قبل كده ان المسيح نفسه شهد ان هو الله، وقالها اكتر من مرة. أسئلة؟ حط على اليوتيوب اجاوب على الرقم. ماشي، روح له تاني قول له يا ابونا حرام، انا عايز اتنور، عايز اتعمد. قول له انا عايز اتعمد. قول له انا بحب المسيح وعايز اتعمد. لا انا عايز ابقى مسيحي. أدلة كتيرة موجودة عندي على القناة، وقائمة تشغيل اسمها قرآنيشن للمسيحية موجودة عندي على اليوتيوب، تقدر تفيدكم في الموضوع ده. التلاميذ والرسل شهدوا إن السيد المسيح هو الله. فين الكلام ده؟ واحدة واحدة. بطرس الرسول قال أنت هو المسيح ابن الله الحي في متى 16:16. نسنائيل قال يا معلم أنت ابن الله، يوحنا 1:29 49 مش 29. مرقس الرسول قال بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن الله، مرقس 1:1. يوحنا قال روايات أخرى كثيرة صنعها صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا إن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يوحنا 20:30-31. خش عندي على قناة اليوتيوب وبعد كده ابقى آمن، آمن. اكتب سؤالك بقناة اليوتيوب. الله ينور على السوشي. أي نعم. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم، يوحنا الأولى 4:14. يعني كده سلام ونعمة. تواصل معنا على الانستغرام وربنا يدبر. سلام ونعمة. أهلا أهلا مساعد جميع أخواتي. سلام ونعمة. بلح وعنب. كده بطرس الرسول، نسنائيل، مرقس، يوحنا 4 قالوها صراحة، قالوا إن المسيح ابن الله. وابن الله مش معناه إن الله اتجوز. الناس اللي مش متابعة معانا تبقى فاهمة النقطة. بالهنا تعيش. اللي ما عنده سؤال يكتبه على اليوتيوب هيتجاوب، مش هيكتبه على اليوتيوب ما اتجوزش بإذن الله. هرد عليك بالله، بس حضرتك حط السؤال على اليوتيوب. لا سؤالك على اليوتيوب. التلاميذ والرسل كمان شاهدوا ان المسيح ابن الله الوحيد، وقلنا مش معناه ان الله اتخذ صاحبا حاشا. يا اما من الانستجرام، يا اما بالتليفون، يا اما بجيميل او ايميل. مش صعبه يا اخونا، حلها. بطرس بيتكلم عن المسيح هنا. بالعافية، تعبان ولا ايه؟ الاحترام لكل البني ادمين.
المحترمين. يوحنا الرسول قال: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. وخبر يوحنا 1:18: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده كما مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يوحنا 1:14: بذلك أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد للعالم لكي نحيا به. يوحنا الأولى 4:9. يعني المسيح هو ابن الله الوحيد، ومش معناها ابن الله معناها أنه هو الله تزوج، حاشا، ما بنقولش كده، بنقول ابن الله بالطبيعة معناها كلمة الله اللي عندك في القرآن، كلمة الله وروح منه، وعندنا في المسيحية كلمة الله. فهمت؟ الآية الأكاونت حضرتك فين؟ نفس الاسم، هتلاقي دكتور أوغسطين، وهتلاقيه متصور مع أسقف، وإحنا الاتنين كنا بنضحك. نفس الاسم على الانستجرام. وانا برد هنا يا اخ محمد، بس اللي بيكتب السؤال على اليوتيوب برد عليه في البث حالا. ضع سؤالك على اليوتيوب اجابه حالا واحنا على البث، غير كده لا. يوحنا الرسول قال ان السيد المسيح هيكون الكلمة. ازاي قال ان هو كلمة الله؟ ازاي؟ في يوحنا 1:14 في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا وانا مجده. كمان في يوحنا الأولى 5:7: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لسه فاتح من قريب، مكملتش كتير. محدش أحمق غيرك صدقني. اللي عندي خش يغلطوا ويشتموا حاجة أحسن. اللي عنده سؤال يحطه على اليوتيوب يجاوبه حالا. رؤية 19:13: وهو متسبل بسبب مغموس بدم ويضع اسمه كلمة الله. يبقى كده كلام ان هو كلمة الله. يبقى التلاميذ أكدوا ان هو ابن الله، يوحنا أكد ان هو ابن الله الوحيد، يوحنا أكد ان هو أقمم الكلمة. التلاميذ والرسل هيشهدوا ان السيد المسيح هو الرب بالالف واللام تخصيص. ضع سؤالك على اليوتيوب قبل ما تطلع الجست، حط سؤالك على اليوتيوب في اخر فيديو قبل ما تطلع الجست. قال هو يغرق السيد المسيح: يا رب نجني، متى 14:30. وقال له بعد معجزة سيد السمك، قال له: اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. لوقا 5:8. وقال له كمان في معجزة التجلي: يا رب جيد ان نكون هنا، متى 17:4. وعلى بحر طبرية يلا يا ابن الزانية شوكة خرى، أمك معرفتش تربيك، بتطول على السيد المسيح يا قذر يا ابن القذرة. قال له على بحر طبرية: نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. يوحنا 1:15-16. اكتب السؤال على اليوتيوب، اللي عنده سؤال يكتبه على اليوتيوب في اخر فيديو وانا هجاوبه واحنا موجودين في البث. سهله وعربي سهله اهو، ولا اقولها لكم بالانجليزي؟
معلش بقى المرة الجاية، المرة الجاية. المرة الجاية هعمل يوتيوب عادي، هعمل يوتيوب وشرفني. اوكي بعمل يوتيوب وشرفني. كده بطرس الرسول اعترف، تلميذ اعترف، اليوتيوب مش محتاج فلوس، تعمل جيميل وتقيم اليوتيوب عادي. كده بطرس الرسول اعترف انه سيد المسيح هو الرب. يوحنا، قال يوحنا البطرس في اللقاء مع المسيح على بحر تبريه بعد القيامة، قال هو الرب، يوحنا 21:7. اعمل جيميل، والجيميل هتعرف تفتح اليوتيوب وتحط عليه. معلش معلش وبصلح. التلاميذ قالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، لوقا 10:17. إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، لوقا 24:34. قد رأينا الرب، يوحنا 20:25. توما الرسول قال بعد القيامة رب وإله. يوحنا 20:28. شاول الطرسوسي قال عند ظهور المسيح له يا رب ماذا تريد أن أفعل، أعمال 9:6. مش بس كده، بولس وسيلة قال للسجان فيليبي آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، أعمال 16:31. عند أمك دم، يعني أنت داخل هنا ترخم بلوك يا عم. كمان كتاب كتاب العهد الجديد استخدموا لفظ الرب، ما تحلفنيش، هو فوق راسي من فوق، بس انت ما تستعبطش وتصيع. كلام مسيح افتخر، اهلا بيك. بشار الأربعة، مرقس 16:19. بالظبط. فاطمة كل حاجة موجودة عندي على اليوتيوب. مرقس 16:19-20. ثم أن الرب بعدما كلمه مرتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان الرب يعمل معهم. مرقس 16:19-20. لوقا 7:13. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. لوقا 22:61. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب بعد الإنكار. جاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت إيه؟ رأت الرب، يوحنا 20:18. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، يوحنا 20:20. قناتي موجودة في الوصف، هتكتب دكتور أوجستين على اليوتيوب أو قناتي الموجودة في الوصف أو علامة اليوتيوب في الملف. سفر الأعمال، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، أعمال 2:47. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، أعمال 4:33. أدلة عن المسيح هو الله، أدلة كتير. كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، أعمال 11:20. رسالة القديس بولس، لكن لنا وآخر الآية رب واحد يسوع المسيح، كولوس 2:8-6. محدش يغلط يا جماعة في حد، إلا لو هم ابتدوا، لو هم ابتدوا اعملوا معاهم اللي انتوا عايزينه. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، أمين. كورنثوس 2:13-14.
لكم دينكم ولي ديني، تروحوا على كفر القريش، احنا تجادلنا بالتي هي احسن. بكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع. كولوسي 3:17. يا اخي فرانك، فاطمه من الشخصيات الكويسه. عذرا يا اخت فاطمه، امسحيها فيا، هي من الشخصيات الكويسه. وممكن اخ فرانك يكون فهمك من افتكرك من المتطرفين، يعني من الشخصيات الكويسه، لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. كورنثوس الاولى 2:8. وش اسم قناتي؟ دكتور اوغستين. سلام المسيح رب يسوع، سلام ونعمه. رسائل القديس بطرس. انمو بس قبل ما كده نرجع لكورنثوس الاولى 2:8. هنا بيأكد لو عرفوا، لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ازاي رب المجد وازاي صلب؟ لان ليه طبيعه نسوتيه وطبيعه لاهوتيه، واللي مات النسوت المتحد باللاهوت، لكن لم ينفصل عن اللاهوت، لكن مات لانه خرجت الروح الانسانيه من الجسد. هتلاقي عندي على قناه اليوتيوب حاطط الاطار الزمني وملخص احداث اسفار الكتاب المقدس، بكملها. خش على القائمه دي، هتفيدك في السؤال اللي انت بتتكلم فيه. واللي عنده سؤال يكتبه على اليوتيوب حالا اجاوبه. ارموا في النعمة وفي معرفة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى الظهر. الآن وإلى الظهر. ماشي. بطرس الثانية 3:18. رسالة يعقوب الرسول. لا يكن لكم إيمان برب إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. كلامك مش مظبوط إذا كنت بنت أصلا. يعقوب 2:1. يوحنا الحبيب الرؤيا. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. رؤيا 17:14. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. رؤيا 22:20-21. وكده خدنا إن المسيح ابن الله، المسيح ابن الله الوحيد، أخنون الكلمة، والمسيح الرب، وكل دي أدلة عن ألوهية السيد المسيح بشهادة التلاميذ. وشهادات كتيرة موجودة عندكم، عندي على قناتي على اليوتيوب، تقدر تتفرج عليها. اللي هيسأل السؤال على اليوتيوب اتحط دلوقتي هجاوبه هنا واحنا بالبس. مش هتسأل السؤال على اليوتيوب مش هتجاوب. ده السيستم هنا بالنسبة لنظام القناة. محمد سؤالك انا عارفه، حطه على اليوتيوب وانا هجاوبه لك. حطه انا على اليوتيوب وانا هجاوبه، انا عارف السؤال اللي انت قلت اللي البابا نفسه ما عرفوش. ماشي يا عم، ساعتها الله اعلم كان ظروفه، بس انا هجاوبك عليه. تمال امك، خلي الشهادات لنفسي ولا لمين؟ تمال امك. اللي حشر امك في الموضوع يا ابني، روح كمل المدرسه اللي انت فيها، ولا كمل الثانويه ولا الجامعه اللي انت فيها، ما تديش نفسك في داهيه معايا. يا جماعه مستقطعين ومش مستقطعين، والاجابه سهله واضحه يعني، اكتبهم. بحب السخرية. سوش محبوش. مكانك مش هنا يا اخ، انت غلطان.
ماشي يا معلم حاضر. بص على السؤال حلو، اتفضل. اكتب سؤالك على اليوتيوب انا هجاوبك باستفاضة. اه ينفع هجاوبك باستفاضة لما تحط سؤالك على اليوتيوب. الاخ اللي بيقول حطيت سؤال على اليوتيوب، انت حطيته في قناة تانية ولا ايه؟ وبالنسبة للميوت بيخلص بعد 5 دقايق، معلش بقى. تفسير نشيد الأنشاد موجود عندي على قناتي على اليوتيوب. تمسيح أهلا. هيحط السؤال يكتبه على اليوتيوب، مشتغلنيش، محبش الاشتغالات. لازم افلام، لازم افلام. حط سؤالك ده عندي على اليوتيوب واجاوبه في البث حالا. سلام ونعم التشتيت. لايف عن ايه؟ شهادات التلاميذ المسيح هو الله وابن الله، وليس معناها ان الله تزوج، معناها ابن الله بالطبيعة، معناها ان الله ابن الله الوحيد وان هو الرب. ايوه معنى هجاوب هنا، بس حط السؤال هناك وانا هجاوبك على البث هنا حالا بعد ما تحط السؤال. بس استغفر الله يا اخ خمارة برحمك. يا فلومي ميوت بس يعني. الله وابن الله في نفس الوقت، مفيش اختلاف فيهم. ده السؤال على اليوتيوب هجاوبك باستفاضة. اسم القناة ايه؟ دكتور أوجستين، بنفس الاسم اللي موجود هنا. ايوه في سؤال وصل والله ازاي كتير. عندي سارة على اليوتيوب قائمة تشغيل اسمها المسيح هو الله، هتعجبك اوي. حط سؤالك على اليوتيوب وهتجاوب، مفيش اسهل من الاجابه بتاعت السؤال بتاعك يعني. ليش يعني السؤال هيعجز الواحد؟ ما تقلقش. السؤال بتاع نشيد الانشاد، هل سؤال نشيد الانشاد ينفع يكون حاجه الهيه؟
يوحنا، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. هل ينفع بحاجة إلهية؟ طبعا ينفع بحاجة إلهية، ينفع بصفر إلهي. إيه مشكلتك مع الصدر يا عم الحاج؟ يومك كان بتدعك وأنت صغير، كان حرام يعني الصدر؟ هو في حد مرضاش من صدر والدته وهو صغير؟ إيه مشكلتك مع الصدر يعني؟ إيه مشكلتك مع الأعضاء عامة؟ الأعضاء البشرية مش نجسة، فكرك اللي نجس وفكر اللي معلمك التعليم ده نجس. هو ده الحقيقة، صدقني أنا بصدمك بالحقيقة. الحقيقة إن لا العضو التناسلي للرجل نجس، ولا العضو الأنثوي التناسلي للأنثى نجس، ولا الصدر نجس، ولا أي حاجة من الحاجات دي نجسة، ولا الأعضاء نجسة في حد ذاتها. استخدامك ليها بطريقة خاطئة هو اللي نجس. وسفر نشيد الأنشاد ما بيحرضش على النجاسة، ما بيحرضش على الفسق، لا يحرض على النجاسة ولا يحرض على الفسق. وموجود عندي على قناتي على اليوتيوب شرحه بتفسيرات الآبائية، خش وهتلاقي الوضع مختلف، هتفهم وتستوعب. نيتو اكسبت الفريند ريكويست، ثانك يو ماسيمو، عشان اعرف ادعك. مودريتور عندنا بصدر بس ما عندناش فرق. حتى الاعضاء التناسليه نفسها مش ناجسه في حد ذاتها. النجاسة هي فكر البني آدم اللي بيوجهه الاتجاه غلط، دي النجاسة. لكن الأعضاء في حد ذاتها مش نجسة. الجماع، السكس، الجنس في الجواز مش نجس، لكن خارج الإطار الشرعي زنا. لا انا تقريبا اللي اديتك ميوت، خد ميوت تاني. ممكن تقرا نشيد الانشاد، ما انا قريته، موجود عندي على اليوتيوب كامل، مش عندي مش على خدمة التشغيل، اقراه كله هتلاقينا قريب وكل حاجة. فرانسيس فرانسيس بيسأل سؤال مهم ولولبي، لولبي لولبي. البرد هيتعبنا بس برضو أرحم من الصيف. بالظبط نشيد الأنشاد رمزي، في ناس مش موجودة معانا على البث محتاجين مودريتور. واو سؤال لولبي جدا فرانسيس، شكلك عامل لنا كمين. لا بس انا هجاوبك لان الكمين ده انا معاشر عليك، اشكر الله يعني. عيب يا جدع، عيب يا جدع، مش عليا انا. على فكرة نشيد الأنشاد وقت تقديس الكتاب وروحي حبيبي اقرا التفسير وتفهم. خش عندنا قناة اليوتيوب رواية فرانسيس ممدوح، رواية ممدوح
الراجل ما غلطش، بيسأل بس عادي من غير بغباء عادي. هو معاك قول كورنثوس الثاني 5:19 نسوان صح ولا ماشي يا بنوب؟ في حاجات كتير اتأكد. الله يعوضك. في طبعا اشياء كتيره. بولس الرسول قال كلامك مظبوط يا بوب، مش نجاوب السؤال هنا. لا مش كمان، بس انا ما فهمتش ولا حاجه، عايز افهم ايش كانت الفايده من عوض المجمع. ماشي اقولك. الاهبط السريان والارمن رفضوا مجمع خلق الله، تم اتهامهم بانهم يؤمنون في زيت ويؤمنون بالطبيعه الواحده فقط، لكن ايمان المشرقتين بطبيعه واحده كالحديد المحمى بالنار. فكره الحديد المحمى بالنار ده اصلا اللي موضح التفسير ده البابا كله عمود الدين الاسكندري القبطي. فلماذا تم اتهامكم بانكم تؤمنون بطبيعه واحده وتنكرون الاخرى؟ انا كاثوليكي، ولما سالت راهبه حكيت لي كان في سات فهم واختلاط على الناس بسبب الالفاظ في فكر خلقين من الاباط والسريان يؤمنون بطبيعه وينكرون الاخرى، فهل تفسيرها صح؟ اشكر الراهبه دي كاثوليكيه لان تفكيرها صح، بس المشكله كانت للاسف كانت الغلط جايه من للاسف بابا روما هو اللي يقع على عاتقه المشكله دي. ليه؟ لسبب معين. توماس لاون كانت ساعتها الترجمة من اللاتيني لليوناني، فاللي كان عارف لاتيني ويوناني كان بابا روما لاون. اللي حصل بسبب المشكلة ما بين الغرب والشرق، ما بين الخلقدين ولا الخلقدونيين، لأنه عايز رئاسة الكنائس كلها. تمام؟ ده على التاريخ اللي وصلني. الله اعلم في حاجه غلط ولا لا. فاللي حصل ترجمته من اللاتينيه لليونانيه، اتفهمت عندنا احنا ان انتوا كخلقدونيين مفصلين، فصلتوا الطبيعتين. بالنسبه لل اللي لا خلقدونيين، اتعرف عنهم ان احنا اتقال ان احنا قلنا بثوبان الناسوت في اللاهوت وطاخيين، وانتوا لا كنتوا بتفصلوا ولا احنا كنا بنقول بثوبان. بس المشكله الاساسيه في الترجمه والسياسه، الترجمه اللي اترجمت من بابا روما وتوجهت لكنائس الاخ القدونيه، وضغط بابا روما على فكره ان هو يبقى المتزعم. حبيبي انت مال امك، زيه زي انت مال امك بالموضوع، خد بلوك. يعني انت مال امك داخل انا زي غيري. طب انت مالك؟ سيب الناس تفهم. نكمل يا اخو فرانسيس مع حضرتك. فاخونا فرانسيس انا بتكلم دلوقتي على الناس اللي هي داخله تكتب تعليقات سخيفه وبتشتموها، حاجات اللي تقدر. يلا يا ابن الزانيه من هنا، يلا امك زانيه عاهره، قول لي اللي زانى مع مامتك قال لها ايه كده. نبعد، معلش يا اخ فرانسيس، هنبعد شويه عن السؤال ونشوف العالم السافله اللي داخله تشتم في الاديان وعاملين في الاخر ناس طيبه، نعمل معاهم حفله وبعد كده نرجع تاني عشان سؤالنا اهم منهم برضو. بس نشوف ايه اللي زانا مع مامتكم يا عالم يا سافله اللي بتجايين تغلطوا في المسيحيه، قال لها ايه؟ ولا كان اخرس؟ قال لها حمرا وقال له امك ايه تاني؟ قال لها ايه تاني؟ قال لها ايه تاني؟ خرس. ايوه اخلاقهم كده. نرجع نكمل سؤالنا اللي قاله اخو فرانسيس، وسؤال مهم جدا. كانت المشكله المشكلتين، مشكله الترجمه ومشكله الضغط السياسي، انه كان عايز يضغط سياسيا بحيث يبقى ليه السلطه. وكان في برضه غيره نتيجه للاسف، الغيره دي موجوده في كل مكان وفي كل حته. شكرا على رايك. الغيرة دي موجودة في كل مكان وكل حتة. فاللي حصل دلوقتي كان في ترجمة مش دقيقة اتفهمت غلط، كان في نقطة تانية، نقطة غير الترجمة
ضغط السياسي، وكان في اضطهاد للاباط تحديدا ومنهم البابا ديسكوروس. فاحنا كنا فاهمين ان انتوا بتفصلوا ما بين الطبقتين، وانتوا كنتوا فاهمين ان احنا بالنادي بزوابان الناسوت في اللاهوت، لا ده كان صح ولا ده كان صح، احنا الاثنين كنا صح بس طريقه التعبير مختلفه. بس وبدليل ان احنا عملنا اتفاقنا معاكم مع البابا شنوده. بابا شنوده هو اللي بدا الحوارات المسكونيه، واعتقد قبليه بدايه بسيطه كان البابا كرولوس ممكن، بس الضغط جامد كان مع البابا شنوده. عمل اربع اتفاقيات، واحده مع الكاثوليك 1988، وبعدها 1990 تقريبا روم أرثوذكس، بعدها الانجليكان، بعدها البروتستانت، بعدها البروتستانت. كل ده فاحنا طبيعة المسيح كلنا متفقين عليها، مفيش اي اختلاف فيها. كتب لكم ستعرضوا معكم. شكرا. اسم الصليب، اسم الصليب. الأديان كلها حق؟ لا مش كل الأديان حق. نعرف ناس مهمين مش يتكلموا، في محترمين وفي بيتكلموا وفي ما بيتكلموش. لا انا بقول على الناس اللي غلطت. شرفنا عم الحاج. المسيحيين موحدين برضه حاج. انت مين عشان تتكلم في الحاجات دي وانت مال امك؟ يعني انت مال امك يعني ولا مال امك؟ بس انت داخل باكونت فيك يعني، لا صوره ولا بتاع، وجاي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي تسليس يا جماعه، البسمله ثلاثيه. بسم الله الرحمن الرحيم. استروكس زي اللي جابت خالتك. يلا في الزباله. اسمك لو سمحت موجود على قناتي. الحق في راينا، اكتب السؤال على اليوتيوب انا جاوبك. ايوه حصل، حصل يا فرانسيس. ايوه معترفين بمعموديته. هتزود سؤال تاني هتكتبه على اليوتيوب، معترفين بمعموديته. ما احنا معترفين بروم أرثوذكس اللي بيقبلوا معموديتنا. كل واحد حر بدينه، ولا كل واحد حلو بدينه صح، بس لكم دينكم ولا ديني. دي تليها لكفرة قريش مش لأهل الكتاب. طب ممكن سؤال، السؤال ممكن بس حط السؤال على اليوتيوب. كرولوس كتب سؤال على اليوتيوب. حاضر ممكن تقبل الريكوست. حضرتك حط سؤالك على اليوتيوب ونشوف نقبل الريكوست ولا لسه. سامع تحاول مع مين؟ مش لازم تحاول، ممكن يكتب السؤال وجاوب. اكتب السؤال وجاوب. لا بس المناسبة بتاعتها يا أخ كيمو مش مناسبتنا، مش مناسبة معانا يعني، كانت مناسبة لكفرة قريش مش لأهل الكتاب. هي الخلافات اللي بين أبونا متى المسكين وبابا شنودة كانت شخصية، لا اختلافات في الإيمان، ولو هي في اختلافات في الإيمان إيه هي الخلافات دي؟ كان إداريات، هما الاتنين كاريزما، وللأسف أحيانا بعض الكنسيين والمسؤولين الكنسيين مش بيعجبهم لما يكون الواحد قيادي وهم قياديين. بتحصل ممكن خلافات شخصية وممكن خلافات عقائدية. العقيدي ما اعتقدش ان انا شفت عقيدي، بس انا ما قريتش كتير لابونا متى المسكين، بس هو كان دماغه عالية قوي يعني، وهما الاتنين قبطين كبار يعني. فاللي فاهمه ان كان الخلافات اكتر ادارية شخصية، بمعنى اداريات يعني هما قياديين، فبتحصل خط نتيجة ان ده اداري وده اداري، فبيبقى صعب تقبل الكلام بسهولة. ده اللي انا فاهمه، الله اعلم صحة كلامي من عدمه.
ابنك ده يعني لما يبقى في حضانة، بعد ما تخلص الحضانة وتكبر وتبلغ تبقى تتجوز، يبقى ربنا سهلك وبارك ابنك. أي نوع من الآباط خش على قناتي على اليوتيوب وانت تعرف انت مسلمة، أهلا بيك. طب انت فاهم ان المفروض ان الكتب السماوية مكملة ببعض؟ مفيش حاجة اسمها عندنا كتب سماوية، في عندنا اليهودية والمسيحية، خلصت على كده. جبت مسيح من أي نوع؟ يعني حدد سؤالك وحطه على اليوتيوب وانا جاوبك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك. مفيش تعارض على فكرة ما بين المسيحية وما بين السؤال اللي حضرتك، ما بين الكلام اللي انت بتقوله. يا اخ بنوب، قناتي على اليوتيوب، استاذنك حط سؤالك وبعد كده اطلع على الجست هنا، واحنا هنا يعني حط سؤالك على اليوتيوب تعالى اطلع على الجست. حط سؤالك يوتيوب. إجابتي واضحة وصريحة، إجابتي واضحة وصريحة يا اسطى. انت مين حبيبي؟ حبيبي انت مين؟ عرفنا جبت المسيح كم نوع؟ ماشي، حط سؤالك على اليوتيوب واطلع هنا، يعني حط السؤال اللي انت افهم، افهم تطلع تتكلم في ايه بس. حط سؤالك على اليوتيوب واطلع اتكلم هنا عادي، مش صعبة يا خبانوب، ايه مش صعبة، مش صعبة خالص يعني. ايوه سلم الشهادة. حلو، سلم الشهادة اللي معاك دي يا عمي. انا بجاوب هنا بس، حط سؤالك على اليوتيوب. ما تتابعونيش يا جماعة، فاضل 10 دقايق وهقفل البث. لو مفيش اسئله اتحطت على اليوتيوب هقفل البث. الارثوذكس من الاباط، مش عايز تجاوب، مش عايز تحط السؤال يعني، براحتك. ده السيستم بتاعي يا جماعه، اللي عايز يحط السؤال على اليوتيوب تجاوب، مش حط السؤال ينسى بقى. طب فين اليوتيوب؟ عندي في الوصف، في الوصف، في الملف اللي موجود فوق، في اللينك، الوصف وعلامة اليوتيوب. ممكن تخش من علامة اليوتيوب، ممكن تخش من اللينك ده على أي سؤال، أي فيديو حالا، حالا بنعمة ربنا حالا. يا دكتور، هو ينفع يعملوا قداس واحد للروم والاباط والسريان وغيرهم من الكنائس الارثوذكسية؟ ينفع الكنائس اللي احنا قابلين مع معمودية بعضينا، احنا بنعمل مع السريان ومع الارمن ومع الاريتريين والاثيوبيين قداسين تقريبا في السنة. الله ينور، نيد تو ستيشن. فينك من بدرس ده؟ ما فيش حاجة عندنا يا أخ أندر اسمها صلوا على فلان، نحن نحترم كل الأشخاص، وأنا ما فيش حاجة اسمها صلي على، ما فيش سيد لينا غير المسيح ربنا يسوع المسيح. مع كامل احترامي وتقديري لكل الأشخاص، ما فيش حاجة عندنا في المسيحية اسمها نصلي على فلان، لنا ولا حد تاني، ما عندناش الإيمان ده. وشكر محبتك يا اخ انر. شكرا اخ انر، ازيك يا دكتور منور، يا هلا بيك اخ فهمي. نسيت انت تسلم على مشيل صح؟ قول لي كده، والمسيح ازاي ربنا؟ ده كتبت السؤال التريقة عليهم نقطة. لا، ما تتريقش على حد ما دام هما ما ابتدوش بالتريقة. اللي يغلط هعمل معاه حفلة. امين امين آمين. يا بروفيسور سعدوفيتش،
قلنا يا جماعة الفكر ده مش فكر مسيحي خالص، فما قلتش حاجة مش عندنا في إيماننا المسيحي. النهاردة عيد ميلادك مش كل سنة، في يا عم كل سنة. طيب Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to فهمي، Happy birthday to you. سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة مع يسوع. يلا حالا بالا بالا، يلا طفي الشمع. ايه طب الاخبار؟ اتفضل يا غالي. نشكر المسيح. انت ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بص انا عندي سؤال وسألته تمام وبعته على اليوتيوب، بس انا تمام. ليا رجاء عندك بس. يعني مش لازم اللي بيهين وبيشتم على الكومنتات ان انت ترد عليه بإساءة. لا لا لا، في النقطة دي يعني سامحني، خليني النقطة دي أنا أعرف فيها، لأن أنت مش فاضل الموقف من أولها لأخرها من كام شهر وحاجات كتيرة جدا، فليها أبعاد كتيرة. فخلينا نركز في النقطة بتاعة السؤال أحسن. طب خلينا في نقطة السؤال، بس هي دي نصيحة لا أكتر ولا أقل. يعني شكرا على النصيحة. إحنا كلنا إخوات. بص هقول لك على حاجة، إحنا كلنا إخوات وما إحنا بلاش قلنا بالنسبة التفرقة. للسؤال ده، يعني بالنسبة للسؤال ده أنا قلت لك، بالنسبة للسؤال ده عرفت أنت نصيحة وسمعتها، فشكرا على النصيحة. وأنا قلت لك أنت مش مستوعب الموضوع بجملته، فخلينا في السؤال أفضل. تمام شكرا. منتظر السؤال. السؤال بالنسبة لدمج الطوائف، صح؟ ايوه بالظبط. تمام. دمج الطوائف المسيحية، إحنا لغاية دلوقتي كان في مشكلة عندنا من سنة 451، وحصلت الرومان أرثوذكس من مصر، وكان في مشكلة اختلاف في فرق في الإيمان، اتسببت إن حصل اختلاف سياسي وحصلت مشاكل، وكان الموضوع ليه بعد سياسي وبعد في الترجمة من اللاتيني لليوناني. ده خلانا احنا افتكرنا عنهم فكرة غلط، وهم افتكروا عننا فكرة غلط، ودي أنا قلتها في وسط الفيديو. استغل العرب الكلام ده وراحوا جم اضطهدونا، فبقينا احنا بنختار يا ما بين العرب يا ما بين الروم، والاتنين كانوا محتلين جايين بيحتلونا، الاتنين كانوا احتلال. جميل. بعد فترة من الزمن بقينا نستوعب كلنا ان نفس طريقة الايمان بنعبر عنها بس بأساليب او بكلمات مختلفة. الخلقدونيين، انت نزلت ولا ايه؟ الخلقدونيين بيقولوا طبيعتين بدون انفصال، واللا خلقدونيين حسين خش على جوجل اكتب نشأة زارع ولا اعتذار عن الفتوحات. الشيخ نشأة زارع، سيبك مني، خش على جوجل اكتب الاعتذار عن الفتوحات، الشيخ نشأة زارع. تمام. هيقولك يا عمي لو البطرك نفسه شهد ان ما كانتش فيه غزوات، انا اقول اللي فيه غزوات. بقول لك شيوخ مسلمين بيقولوا كان فيه غزوات وكان احتلال. اللي حاصل كان فروق قس بنيامين، ما كانش قس، ما كانش قس. حصل بعد فترة اكتشفنا ان كلنا بنعبر ما بيننا كمسيحيين بنفس التعبيرات الإيمانية، فحصلت اتفاقات بتأكيد لطبيعة السيد المسيح، وإن إحنا كلنا متفقين على هذه الطبيعة طبقا للكتاب المقدس والتقليد الآبائي، بداية من سنة 1988 و1990 وما تلاها. عملنا 4 اتفاقات مع كل الكنائس، عملنا مع الروم والأنجليكان الكاثوليك الأول، وبعد كده رومر أرثوذكس وأنجليكان و البروتستانت. وبكده
خلصنا نقطة المشاكل اللي كانت حاصلة على فكرة وتأكيد طبيعة السيد المسيح إن كلنا مأمنين بنفس الطبيعة وباللاهوت وفي التثليث، وإن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة وطرفة عين، فكلنا متفقين على كده. أحمد مكانك مش أنا أحمد ماشي. اللي موجود هنا بيحترم البث بيحترم ديانتنا يشرف، هيخش يخرف هيخش يغلط يستاهل اللي يجراله. أخ بنوب أنت نزلت ليه؟ في عندك تكملة في السؤال؟ الاتفاقات دلوقتي واصلة لحد إن إحنا قابلين الروم معموديتهم، ولو احنا اتناولنا عند الروم اللي بيقبلوا معموديتنا هيقبلوا ان احنا نتناول عندهم، وهم كذلك الكاثوليك بيناولوا كل المسيحيين، البروتستانتي نفس النظام، الانجليكان نفس النظام، احنا وروم ارثوذكس بنناول الناس الارثوذكس. احسن من اللي خلي فاتك يا اخ. ماشي دي حاجة بتاعتك انا مش هختلف بيها، دي ممكن باخدها. الدمج ما بين الطوائف يا خابنوب سهل، سهل يحصل دلوقتي بالذات، وفي مصلحة المسيحيين على مستوى العالم، مصلحة كل المسيحيين. وخليني أقول لك إن الاختلاف دلوقتي اللي حاصل أصلا في العالم ما بين أعلى ديانات هو اختلاف ما بين مسيحيين ومسيحيين مهرطقين. يعني إحنا كمسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وأنجليكان مسيحيين، وفي مسيحيين تانيين مختلفين خالص عننا كانوا بيفصلوا ما بين الطبيعتين، اعتنقوا وعملوا فكر خالص بعيد عن المسيحية. انتوا عارفينهم. فالصراع دلوقتي مسيحي مسيحي على فكرة، متخيلين؟ يا اخ فلاب، لما انا قلت للاخ اللي بيتكلم على الغزوات والاحتلال قلت له ارجع ليه الشيخ نشأت زارع هيرد عليك الشيخ نشأت زارع شيخ مسلم، هيقول لك هو طلب الاعتذار عن الفتوحات لان هي كانت غزوات حضرتك، كانت احتلال ماشي، ايا كانت سميتها انت ايه ماليش دعوه بتسميتك، انت تسمي زي ما تسميها هي احتلال، واحنا كنا محتلين من الروم جم احتلونا العرب، ما فيهاش تهريج. ايه الدمج يا بنوب؟ قرب وبشده، يعني الدنيا احسن من الاول بكتير جدا جدا جدا. بس يا دكتور ليه اكتر اللي في اوروبا بروتستانت؟ السؤال ده حضرتك حطه على اليوتيوب وانا جاوب. بقول لك انت بصفتك ايه بتتكلم في المسيحيه؟ طب مش حضرتك برضو تقول انت خلصت مدرسة فين وبتكلمني بشوف صفة ايه؟ بص حبيبي عشان تعرف صفتي خش حبيبي كمل حضانة، خش على قناتي على اليوتيوب هتعرف انا خلصت ايه. يا ابني عيب السؤال، طريقته مش حلوة صدقني، خش عندي على قناتي على اليوتيوب وانت تعرف انا ايه. انا شكلي يبان شبوب كده في ثانوي لكن انا مش كده خالص، بس ربنا بيجدد كان نسر شبابي، صبرنا يا رب صبرنا يا رب. في سؤال جاي لي بيقول هو ابونا مكاري يونان هي بروتستانتي رسمي ولا مشكوك فيه ولا ايه حكايته بالظبط؟ السؤال ده خطير على فكرة. ليه السؤال ده خطير؟ ابونا مكاري يونان مسيحي قبطي ارثوذكسي، مش معنى ان هو بيرنم ترانيم بطريقة معينة ان هو خلاص خرج من الكنيسة القبطية، ولكن ده دي تحبيز، حاجة بيحبزها في الصلاة بتاعته بس. انت حد معتمد من الكنيسة يعني؟ خش حبيبي يا ابراهام، خش على قناتي على اليوتيوب هتعرف انا حد معتمد ولا مش معتمد. حبيبي انا كليريكي، خريج كلية كليريكي 4 سنوات امتياز، ولو في عدل انا كنت ابقى الاول على دفعتي وبقى جوه الكليه الاكليريكيه
صبح وليل بعلم الناس التعليم الصح، ايه رأيك؟ وربنا ينصرنا على قوم الظالمين. الناس ماليش دعوة بأي حاجة وبالمواد، احنا دلوقتي اخوات ملناش دعوة بالمواد. شفت بقى يا فلاب؟ شفت يا فلاب؟ انت كده عقلت الموضوع تاريخيا. من اي البنيلة التاريخ؟ التاريخ من اي البنيلة؟ اللي عملت كاتمة انت مين اصلا يا خج اللي انت عملت لك كاتمة ولا مش كاتمة؟ اخواتي الاعزاء اشكركم على حسن المتابعة، صلواتكم، القاكم في فيديو جديد مع قناة دكتور اوجستين. هتلاقوا قناتي على اليوتيوب موجودة في الوصف وفي مربع اليوتيوب. من حقك تدين كما تدين، من حقك ان انت تتبع اي ديانة تبع اي عقيدة، لكن مش من حقك ان انت تخش تجبر علي عقيدتك او ديانتك بالعافية والاجبار زي ما الاجداد عملوا. مستحيل، مرفوض. كمان هتخسر كتير لو ما دخلتش على اليوتيوب وشفت الحقيقة الصح. القرآن يشهد المسيحية، والمسيح هو الله، موجود على اليوتيوب عندي على القناة. واستحالة تحريف الكتاب المقدس، 3 قوائم تشغيل، بنصح الكل اتفرجوا عليهم. اشكرك في صلاتنا كونتيشن تو ستاي، ثانك يو. لو في عدل، لو في عدل، لان الظلم موجود في كل حتة للأسف. سلام ونعم، سلام ونعم. الاجداد، الاجداد اتظلموا، بهدله. بتتكلم كويس، ضحكتيني. لا هو ده الكلام الكويس. سلام الله معكم جميعا، باي باي. دكتور ادخلوا وانقذوا انفسكم، امين. اثبت لي بالعمل يا اخ وان مان وتامر، اثبت الكلام ده عملي. اقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور اوجستين. شكرا، وصلوا لاجلي. سلام الله يكون معكم. اللي عنده أي سؤال على مدار اليوم عند قناتي على اليوتيوب في التعليقات، هجاوبكم بنعمة ربنا. أتمنى أكون جاوبت على كل الأسئلة. المسيحية بنوف في طريقها إلى الوحدة حقيقي. ولو